نستأذن الأستاذة رحاب مقادير فطاير التفاح بالتوست. نعملها ازاي؟ معانا تفاح، معانا شرايح من التوست لطيفة وجميلة، ومعانا قطعة الفطاير، ومعانا شوية فانيليا، مكعبين من الزبدة، والقرفة الناعمة، والسكر. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. المقادير على الشاشة والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. حلو قوي. ايه الاخبار هنا؟ زي الفل. الله على شكل الخضار في قلب الطاسة. عرفنا الفطاير تعمليها ازاي لكل بنوتة حلوة. تفتح التلاجة تاكل زبادي، تفتح التلاجة تجيب الخضار، تجيب المكرونة، تجيب التفاح، وتعمل وتساعد ماما. فاكرين ولا افكركم ان احنا شفنا مقادير فطاير التفاح بالقرفة؟ انا حطيت التفاح على النار عشان اكسب وقت ويستوي، ده الكلام بالامانة يعني. وحطيت معاه معلقة من النشا وقليل من السكر. تفاحة. ده التفاح. كل ما يتعرض للنار كل ما يديني قوام. ما اعمل ايه يا عم الشيف؟ بحط له شويه القرفه. تفاح مع القرفه يعني القلب يدعي لك، القلب يدعي لك. تفاح وقرفه. القرفه مفيده للقلب والتفاح مفيد للقلب. حلو الكلام؟ حلو الكلام. مقادير. نرجع للمكرونه بتاعتنا وحديثنا مع المكرونه. مقادير التفاح على ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ والصوره الحلوه مع فرسان التلفزيون المصري تتحدث عن نفسها، والصوره تعني مليون كلمه ليس الف كلمه كما يقولون الصحفيون. حلو الكلام؟ مع احترامي لهم. الكلام ده على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. شايفين الجو ده كده؟ نشا، قرفه ناعمه. حلو. واسيبهم كده مع بعض المزيج ده. حلو قوي. فطاير التفاح بالقرفه انا عايز اعملها علشان تبرد معايا شويه واسيبها. بحط لها شويه قليل من الحليب. بس خلاص. حلو. واسيبها على جنب. ناخد بعضينا ونشوف التفاح اخباره ايه. المال الحلال. العب يا سمك. نشا، قرفه، سكر، شوية حليب. ناخد التفاح زي ما هو كده ونفضيه في طبق جانبي عشان نبدأ نحشي رقائق التوست. الله. طبعا لازم تبرد. ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ دي يا غالي الطاسة اهي، مش عمرها ما تمسك. واحنا بنهزر؟ مش بنهزر يا شفيق. حلو. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الفطاير واحنا مع بعض. اللهم صل على النبي. بنغرف الشوربه دي الاول عشان نشتغل في التفاح ده على الروقان كده. نعمل واحده اتنين تلاته. عينيه. ناعمين. الحلو نعمله ازاي مع بعض؟ الحلو معانا شرايح التوست الجميله، ومعانا القطاعه الحلوه، والبلانشة دي نغيرها خالص اللي اشتغلنا عليها شغل تاني، نجيب واحده جديده. حلو الكلام. اللهم صل على النبي. ونشتغل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يعني لازم يكون رقم زوجي. 2 4 6 8. حلو الكلام. ونجيب القطعة الحلوة بتاعتنا كده. حلو. وناخد الأطراف دي مش عايزها. نفس القصة. ناخد الأطراف دي مش عايزها. نفس الموضوع. ناخد الاطراف دي مش عايزها. على فكره ما ترميهاش، حمصيها في الفرن واعمليها بقسماط. تعملي اي حاجه بانيه، تعملي بيها صوص الشركسيه، الفراخ الشركسيه، توست محمص مع عين جمل اللي هو الجوز، مع كزبره ناشفه، مع توم، يتحمروا كلهم مع بعض وينضربوا في الخلاط. دي صلصه الشركسيه واحنا شغالين مع بعض. مع رز ابيض، وصوص الشركسيه ينزل على الرز الابيض زي التلج بتاع بيروت كده لما بينزل في جبل لبنان. الحاجات الصغيره دي مهمه جدا. انا مش عارف ليه القطاعه ما بتقطعش للاخر. حلو قوي.
زي الفل كده تمام. طيب نشيل ده من هنا. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل فطاير التفاح بالتوست. حاجة سهلة ولطيفة. وعشان كده سايبها للآخر لغاية لما مخرجنا يقول لنا وقتك خلص. نعمل واحدة اتنين تلاتة أربعة مع بعض. أنا عايز أوصل الفكرة لحضراتكم بس. تعملي حلو ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. يا نعم. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نشتغل. هو ده التفاح معانا اهوت بمعلقه. اللهم صل على النبي. ونجيب طاسه كده عشان نحمر واحده واثنين وثلاثه واربعه مع حضراتكم واحده واحده. ازاي اعمل فطاير التفاح بطريقه جديده وحلو وسهل وبسيط. بحط الطاسه دي على النار كده معايا، بحط فيها شويه زيت صغيرين، ممكن اخلط الزيت ده بمعلقه سمنه. حلو قوي زي الفل. قليل من السمن ليس من الزبده، عشان لو حطينا زبده ممكن تحمر لك التوست. واسيب دول على النار كده ونشتغل مع بعض. اللهم صل على النبي. اهو التفاح بنحط كده في النص اهو اهو. فطاير التفاح بالقرفه. النشا هنا بيلعب دور البطوله، ولازم تصبري عليها شويه لما تبرد عشان حبايه التوست ما تفتحش منك. لو نزلتي بقى سخنه في حياتك اوعي تعملي فطاير بلحمه مفرومه سخنه او بدجاج مفروم، ايا كانت الحشوه تكون سخنه لازم تبرد حتى لو حلويات. اه تفاح مخلوط بقرفه مخلوط بسكر قليل من النشا. دي عايزه شويه كمان زي الفل. اخبار الزيت ايه؟ يسخن معايا. حلو قوي. نخلي دول كده على جنب. شوف هعمل ايه دلوقتي. دول كام واحده؟ هم دول. ناخد بقى شريحه التوست اللي معانا دي كده ونيجي هنا كده. اللهم صل على النبي. بنفس القطاعه ونيجي كده. ونحط دي كده على اليد. حلو قوي. نفس القصة. قفلنا واحدة. طريقة تانية. ناخد دي كده هنا. وناخد القطاعة بتاعتنا. تقوم بتعملي ايه؟ فكرة حلوة قوي. ايه هي بقى الفكرة الحلوة اللي بتقول؟ نجيب النشابة دي كده. الكلام ده مش من فراغ. نشابة. ونفرد يا عم الشيف الحبات التوست دي معانا. حلو الكلام ده الطبيعي. تقوم تديكي مساحه شويه على وش دي كده. الله عليك وعلى والديك. كمان واحده نفس القصه. مطبخ في ايدك تقدري تعملي كل حاجة انت نفسك فيها. نعمين. حاضر. تاني نفرتها شوية. بنشابة بكوباية شاي عندك. الزيت اخباره ايه؟ وصلت لك الفكرة ازاي؟ اخبار الزيت؟ هو ده. يلا. اللهم صل على النبي. نفس القصة. فطاير التفاح بالقرفة. نفس القصة. واحنا مع بعض. نفس القصة. نعمل واحدة كمان. عشان كده سايبها للآخر. نقطعها كده وناخدها كده نفردها كده. ونحطها هنا كده. اللهم صل على النبي. وناخدها بايدينا كده. دول كفايه اربعه؟ كفايه اربعه. لم الليله دي كلها يا عم الشيف. يلا. وصلت المعلومه زي الفل يا عم الشيف. نجيب طبق التقديم معانا. نفس طبق التقديم بتاع التوست. والسكر البودر معانا والقرفه معانا. اللهم صل على النبي.
واحنا واقفين مع بعض. اللهم صل على النبي. نقلب دي كده. ده المطبخ. تبقي واقفه كده شطوره حلوه، عارفه بتعملي ايه. الله، شايفه الجمال ده والروقان ده. الف هنا وشفا. طبعا لازم تشيليها، وانت بتشيليها تحطيها كده على مناديل ورقيه حتى يمتص الزيت اللي موجود فيها. الله، والله ريحه الفانيليا مع القرفه حكايه. اللهم صل على النبي. عينيا عينيا يا فندم. الفكره وصلت لحضراتكم؟ فطاير التوست لازم كده، لازم المحطه بتاعت المنديل دي. طبق التقديم بتاعي. الف انا وشيفه للي ياكل منها. ومقربشه وحلوه حلاوه جواها تفاح. ممكن نستبدل التفاح ده يا عم الشيف بالموز حسب ما انت حابب. حلو فطار الصبح ده، لطيف. مش كل يوم طبق اومليت، مش كل يوم بيض بالبسطرمه. مطبخنا النهارده بساطه سهوله مرونه، في فكر طاوي، في خفه يد ولطافه. عملنا قالب مكرونه بالبتنجان والجلاش، في خبره طاويه. عملنا المنستروني بالدجاج، في لطافه، في تشكيله من الخضار من خير ارضنا. عملنا فطاير حلوه للبنوتات الحلوه اللي بيسمعوا كلام مامي. يعني نقول رؤيه، فن، ابداع، بساطه، سهوله، مرونه. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو.